صلوا 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 على رسول الله. انتشر مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب يظهر رجلا يطبق مقولة الشرطة في خدمة الشعب بعد أن كان يلاحق شابا تجاوز السرعة المسموحة، حيث قدم له المساعدة من خلال عقد ربطة العنق عندما علم أنه على عجلة من أمره ليقدم عرضا في الجامعة. وفي التفاصيل، كان الشرطي مارتن فولكزيك لحق بالشاب إلى موقف السيارات وقام بسؤاله عن سبب قيادته السيارة بهذه السرعة، ليخبره الشاب أنه يريد أن يصل لزميله في السكن لعقد ربطة العنق بعد أن غادر المنزل، فاضطر للحاقه قبل موعد تقديم العرض في الجامعة لمساعدته. وسارع الشرطي لتقديم المساعدة وطلب الشاب من أن يعطيه ربطة العنق وراح يعقدها له قبل أن يطلب منه أوراق التأمين ورخصة قيادة السيارة بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية. ولاقى تصرف الشرطي استحسانا من رؤسائه في قسم شرطة مينوميني بولاية ويسكونسن الأمريكية، ودعوا الشاب لزيارتهم في القسم لتعليمه كيفية عقد ربطة العنق. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. سيدنا النبي قمرون. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير.